السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بحلقه خاصه لخريجي الهندسه الطبيه الذين خرجوا بتظاهره امام وزاره الصحه من اجل مطالبه بتعييناتهم. الاعداد اللي خرجت الان واللي موجودين مشاركين بالتظاهرات تتراوح قرابه ال 2000 او اقل او اكثر بين هاي الاعداد، على اعتبار هم 2400 طالب مسموح لهم فقط يتعينون بوزارة الصحة على اعتبار تعيينهم مركزي، لكن لغاية الآن وزارة الصحة عاجزة أن توفر الحلول لهم على اعتبار أنه خصصت وزارة الصحة تعيينات 10% سنوياً لمهندسي الهندسة الطبية، فبالتالي راح نشوف مطالبهم ونشوف ونسمع آرائهم. خليكم معنا. مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم التظاهرات الان، احنا يعني امام وزاره الصحه، اريد اعرف مطالبكم اللي خرجتوا من اجلها. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا اليوم خرجنا امام وزاره الصحه، احنا ثلاث اقسام، اول شيء هندسه اجهزه طبيه وهندسه اطراف سانده وهندسه الطب الحياتي، اللي عددنا كله 2250 طالب. 2250 طالب؟ 2250 خريج يعني احنا. بغداد لو محافظات بغداد العراق كله 2250 خريج. طبعا حسب قانون 6 لسنه 2000 احنا نتعين كل يعني تعيين مركزي، بس حاليا وزاره الصحه تعطينا تعيينات 10%، ال 10% تعيين 300 شخص من عندنا مثل ما صار العام، يعني التهميش والظلم اللي صار من وزاره الصحه العام. طبعا مع احتياج وزاره الصحه بكل العراق، وزاره الصحه محتاجه لهي الاقسام ومحتاجتها يعني باعداد كلش هائله، واكو نقص كلش هواي عندنا بوزاره الصحه. يعني سنويا يتعين منكم 300 طالب؟ احنا عندنا قانون 25% حذف الاستعداد، ما يعطونا، يعني عندنا قانون هاي لسنه 2000 يعني او تعييننا مركزي، بس ما يعطونا هذا القانون احنا. هاي تظاهراتكم ايش قصار لها؟ هاي تظاهراتنا اليوم اول يوم ان شاء الله، احنا متظاهرين يعني العام متظاهرين قبل فتره، وهاي اول يوم بهاي الفتره ان شاء الله باقيين يعني بعد. ماكو ردود لحد الان؟ ماكو ردود لحد هسه. اي ردود لحد هسه ماكو. اي واحد ما دخل منكم؟ لا لحد هسه ما دخلونا طبعا. الاعداد نعم. طبعا طلبوا قبل شوي يعني واحد يدخل، عندنا قلنا له ما ندخل احنا، اذا يريد الشخص هو يجيني يحكي وانا. وزير الصحه وغير وزير الصحه. ما يفيد يعني واحد يدخل جوا، شو يسوي واحد يدخل جوا ممثل عن 2250 واحد. يوم ذولو كل المحافظات جايين؟ كل المحافظات، واكو بعد اعداد يعني نايمه بالازدحامات، واكو اعداد طبعا الصبح انظلمنا كربله منشاه كامله، وقفوهم بالسيطره قالوا لهم انتم منتظرين، قالوا لهم ما تدخلون، واضطروا يعبرون واحد واحد بسياراته. الحله نفس الحاله. وصلوا ولا ما وصلوا؟ اكو بيهم وصلوا واكو بيهم ما وصلوا يعني. هاي الاخباريه منو ناطيها لهم؟ الاخباريه يعني موجوده، احنا عمليه بغداد بلغناها قبل فتره قبل المظاهرات، قلنا لهم اكو مظاهرات يوم 28/6 اللي هو اليوم يوم الاحد، ومثل ما تشوف يعني حفظ النظام حاضرين من 6 الصبح، انا موجود هنا حفظ النظام موجودين قبلنا، فمتبلغين يعني كل السيطرات مال الحدود مال المحافظات بحيث ما تدخل سيارات، سيارات الكبار فقط، سيارات الصغار يعني حسب ما اكولد هواي وصلوا وبنات وصلوا يعني اخوتنا مهندسين الصبح قالوا، قلنا لهم ما واصل يعني، يا اما عندنا تدريب صيفي يا اما عندنا حفله، اي يعني ما قايلين احنا متظاهرين، متظاهرين ممنوع يدخلون بغداد. في حال ما خرج اي واحد لكم يعني على مدار هاي الايام المقبله، وان شاء الله يعني صوتكم ما يصير ومطالبكم تتحقق، شنو الموقف اللي راح يكون؟ والله نبقى صامدين لان هذا حقنا، لان احنا ما عندنا غير مكان نتعين به، احنا اجهزه طبيه واطراف سانده وطب حياتي، ما عندنا مكان نتعين به غير وزاره الصحه. ما عندنا اي مكان نتعين به، يعني حتى الشركات اللي كلش قليله بالعراق بهذا المجال يعني. خريج ياسم؟ انا 2020. 2020؟ اي نعم. يعني صار لك سنتين بالضبط. اهليه لو اهليه انا يعني اهليه متعين بس هو كم كان القصد مالتك السنة؟ 4 ملايين ونص. 4 ملايين نعم. يعني انت على مدار الثمان سنوات، اربع سنوات 16 مليون. اربع سنوات 18 مليون. 18 مليون نعم. من غير المصاري. بالضبط. وتخرجت وهيك؟ تخرجت مثل ما تشوف انت، وغير اقسام هواي يعني طب حياتي الخوارزمي اللي هو 5 سنوات و يعني اقدر اسال بعض الاشخاص يعني طب حياتي كلش متعب يعني، والاطراف الساند ايضا يعني هو الاقسام مالتنا كلش متعبه وكلش بيها دراسه هواي يعني، تعبنا هذا التعب مالتنا كله يروح ببلاش. مو
وشوي الموضوع يقهر او مو شويه هواي يقهر، مو بس يعني يقهر ويقهر من ناحيتين، الناحيه الاولى هو حقنا جاي يضيع، والناحيه الثانيه حق الناس جاي يضيع. شلون حق الناس؟ انت من جاي، احنا اقسامنا لها علاقه بالتكنولوجيا الطبيه، لها علاقه بالاجهزه، لها علاقه بالمعدات، لها علاقه بكل تفاصيل التكنولوجيا بالمستشفيات وبالهاي. من انت عازلنا احنا اصحاب التخصص اصحاب هاي، من انت باعدنا عن هذا المجال ومخليها مجرد يعني بيد ناس مو اختصاص، وانت بتخلي ممرض او تخلي هاي تخلي جوا ايده جهاز هو مسؤول عليه، ايش تتوقع ايش راح يصير؟ هو مو اختصاص، هذا هو اختصاص الهيومن، مو الجهاز، مو السيستم الالكتروني وغيرها وغيرها. احنا هذا تخصصنا، يعني هو ظالمنا انه وظالم الناس، ونضيع فلوسنا ونضيع ميزانياتنا باجهزه ضخمه ها وتلفيات وغيرها تصير وكلها، لان ماكو تخصص، ماكو ناس اهل لهذا الشيء. يعني ربما بعض الاعذار تقول انه هواي موظفين موجودين بالعراق، هواي موجودين بوزاره الصحه، زين انت اذا هيجي عزل الجامعات، يعني هاي الدفعات اللي جات خرج سنه عن سنه. احنا قسمنا موجوده كميه مو نوعيه، احنا قسمنا قسم هندسه الطب الحياتي من عام 1998 انفتح ببغداد، وبعدين انفتح بالنهرين، ولحد الى 2013 يا الله عود شويه ظل ينفتح، انفتح بكربلاء وانفتح بذيقار، وهو اصلا احنا اعدادنا قليله، يعني 2500 على مستشفيات العراق. مو فد رقم، انتم 2000 لحد هاي السنه؟ كلش قليله بالنسبه للاحتياج. لا كلش قليله بالنسبه للاحتياج. احتياج على فايل 2000 خريجين مال السنوات. لا لا مال السنوات كلها وثلاث اقسام. بس قليل يعني. كلش، واحنا محتاجين اكثر. بقيه متعينين؟ محتاجين تعينوا، لان قبل تعيين مركزي. قبل كان تعيين مركزي يتخرج منها يتعين، لان هو اصلا الوزاره محتاجتنا. وقت توقف هذا التعيين المركزي القرار؟ مو توقف. مو توقف، بال 2019 قاموا يدخلون به تعديلات. قاموا دخلوا يعني شبتشوها كلها، كنا احنا وحدنا الهندسه الطبيه، خلونا احنا والعلوم والاداره والاقتصاد وغيرنا وغيرنا والدراسات العليا، كانت بقتها 2019 كانت هالمظاهرات جمعوهم كلهم وحطوهم قانون سموه السانده. احنا شنو علاقه بالسانده؟ احنا تفسير السانده؟ تفسير السانده اطراف سانده اللي هم بس الاطراف السانده فقط. احنا طب حياتي واجهزه طبيه واطراف سانده تقريبا مثل الاقسام الشابهه. يعني هسه احنا اجيب لك اقرب مثال اللي هم جماعه دياله. دياله كلها بيها انا مو من دياله، انا من بغداد. دياله كلها بيها 27 خريج. صحه دياله كلها، المستشفيات دياله كلها ما بيها مهندس اجهزه طبيه واحد ولا مهندس اجهزه طبيه بصحه دياله متعين. يعني انت شوف هذا، شوف هذا الفرق، ما متعينين ولا واحد. هاي دياله كلها هي بيها 27 خريج، يعني اذا المستشفيات كلهم على المراكز الصحيه تعينون واحد واحد وخلاص. المستشفيات الاهليه لا استقبل المستشفيات الاهليه والقطاع الخاص، هي الحكومه اصلا ما منظمته، اصلا ما مخليته لنا. يعني انت من عندك مثلا انت ما تقدر تقول يابا انا ما اقدر اعينكم، اتعامل وياكم كشيء اهلي كقطاع خاص. وحال المستشفيات الاهليه الموجوده، خلي لنا قانون يضمن حقنا. ليش ابو المستشفى الاهليه ما يجيب مهندس؟ ما يجيب مهندس يعني بايوميديكال؟ لا عادي يجيب له مهندس كهرباء، يجيب له اي مهندس ها، وما يعينه عنده بالمستشفى، ما يعينه بالمستشفى، يجي بس بوقت العطل ويروح. وهذا هو زين. هي المستشفى اصلا شلون تمشي بدون مهندس؟ انت ماشيها المهندس ابسط الاشياء يشرف عليها داخل المستشفى هي اجراءات السلامه. يعني هسه ذاك اليوم هاي الاحداث اللي صارت مع حق مستشفى بالناصره ومستشفى ببغداد، الناس تفحمت بمكانها، شنو سببها؟ مهندس ماكو. هو المهندس يشرف على هذا الشيء، وبالذات مهندس الطب الحياتي هو يكون مؤهل ويتعامل ويا هذا الشيء، يتعامل ويا البنايات، لان هو يعني هو شيء يتعامل؟ يتعامل ويا تكنولوجيا ويتعامل ويا هيومن ويا بشر ويا ناس عاديين، يعني بين الطبيب وبين الهندسه، هو يجيب الحديده يلينها ويخليها بيد الطبيب حتى يستفاد من عندها. انت من مخر المهندس ومخلي الطبيب بشكل يتعامل بشكل مباشر ويا الاجهزه ويا المعدات. يعني هسه ابسط شيء هاي مال اجهزه قنان الاكسجين. هو الطبيب شو معرفه بالخواص واللي لازم تنحفظ بها ولازم هذا؟ الاجهزه الالكترونيه مختلف صنوفها، هو شلون يتعامل وياها الطبيب اصلا؟ هو مجرد يفتح الدقمه يشغل الجهاز يرجع يطفيه. شو معرفه شنو شايد لهذا الجهاز؟ شو معرفه شنو رايد له؟ شو معرفه شنو لازم يشايد له؟ اختصاصه وبالتالي هو بالضبط. انا من ضمن مهندس ما يعرف اختصاص الطبيب يعني. لا لا فرصتنا الوحيده بوزاره الصحه، الفرصه الوحيده بوزاره الصحه، ما عندنا غير فرصه. باقي الدوائر والشركات يعني خلونا ويا العلوميين، العلوميين اعدادهم اعدادهم هواي وفرصه عندهم، كل الوزارات عندهم فرص تعيين، احنا فرصتنا الوحيده بوزاره الصحه، ماكو تعيين، ما قاعدين مساكن. هاي خريجين صار 3 سنوات قاعدين، تعيين نسب
حسب النسبة. حسب لو محاصصة هسه خليني افتهم، يعني هم واسطات؟ هي اكيد كلها واسطة، كلها تروح الاحزاب وشلون المحاصصة 10% وتتوزع. 10% سنوية؟ 10% من سنوية هي 10%. الطبية عينة ومن عندهم 10,000، احنا يعني من عندنا 1,000، بس هذا الالف مو يعني احنا سنويا كل سنويا ايش قد يتخرجون؟ والله خير الله. سببهم هم فتحوا الاهليات هم واحزابهم، شاهي جامعاتهم هم واحزابهم. اقول لك هسه واحد ابنه يتخرج عمره 18 سنه، ابنه شو معرفه؟ بكيف ابوه شو معرفه؟ اجى اللي قال جامعه اهليه وبيها اجهزه طبيه وما يعرف هاي المين ياهو ودال هي. الصوت بالحكومه، الصوت بوزاره التخطيط اللي جاي تفتح هيك، اذا انت ما عندك قدره تعينهم وتعرف القطاع الخاص ما عنده قدره يلمهم، مستشفياتك الاهليه ما جاي تتعامل وياهم وما جاي تاخذهم، تريد يصير جاهز مجهز يعني بكل بقاع العالم ماكو. المهندس يمر بعده مراحل، مره فرش بعدين سينيور بعدين يتطور، العفو بعدين جونيور بعدين يطور يصير سينيور بعدين يتطور مراحل. شلون الضابط الا احنا بالعراق المستشفى الاهليه والشركه تريد مهندس كامل مكمل قالب جاهز يجيها يكون قبل. عندكم اسعاف مثل هذه؟ اي والله صدق تعالج طلباتكم. يعني احنا انت ذكرت اول شيء موضوع البرايفت، يعني القطاع، ذكرت البرايفت القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني ايش قد يريد يعين مثلا؟ ايش قد يريد يعين؟ يعني اول شيء بعد القطاع الخاص من يطلب منك؟ يطلب منك خبره، اكثرهم هم خريجين جدد. الخريج الجديد منين يجيب الخبره؟ لازم يعمل غير عندك هندسه. القطاع الخاص الهندسه الكهرباء راح يفيدهم بالصيانه، مهندسين كهرباء اكثرهم متعينين بالقطاع الخاص. المستشفيات الاهليه اول ما اطلب المستشفيات الاهليه انا دا اشوفها، يعني انا دا اشتغل قطاع خاص بالمناسبه، يعني انا دا اشتغل قطاع خاص، بس دا اشتغل قطاع خاص انا اي، بس هسه حتى المستشفيات الاهليه من يطلب منك والله يعني انا دا اشوف بعيني دا يطلب منك خريج او متعين، يريد واحد متعين، لانه المستشفى الاهليه شو يحتاج؟ يحتاج العصر المتعين اول شيء، عنده دوام الصبح مرات العصر مرات خفر، فيريد واحد متعين، يعني يريدون المتعين بوزاره الصحه على مود الخبره. المستشفى الاهليه مو معقول، يعني معقول يجيب واحد يخليه وكش ما يعرف ليه راح ينطي راتب. ان شاء الله صوتكم واصل. الله يسلمك. اتمنى لكم ان شاء الله. ان شاء الله الشمس يعني بعد ما توقفون بيها. ان شاء الله. زين. تعال تحدث، هي ساعة لكم بعد. تعال هنا وقف. تعال هنا. نوقف لك منه. زيك مال ضابط خريج داخلية. يا ريت هم فتحونا يعني حولنا من هندسة إلى ضباط أو أي شيء. يعني يا ريت يعني انتهينا. يعني احنا خريجين هسه هندسة تقنيات طبية طب حياتي وأطراف المساندة. احنا اليوم واقفين وقفة احتجاجية ضد القانون المجحف بوزارة الصحة. يعني اليوم وزارة الصحة من آني تعيين فقط على الصحة مخلين على الساندة. اليوم الساندة منطيها 10% فقط. 10% مجموع الخريجين مال الصحة كلها أنا 10% إلي. يعني اليوم من أصدروا 37 العفو 1000 درجة وظيفية، أنا ينطون 3070 بالساندة. وياي أنا 3 أقسام هندسة، وياي العلوميين، وياي الإداريين، وياي قاموا يضيفون جامعات ما تعرفها شنو، يعني اصلا بعيده عن الصحه. يعني اليوم شلون يعني جامعات بعيده عن الصحه؟ يعني مثلا اداره الاعمال، خوش اداره الاعمال يعني بهواي يعني وزارات قدرت تعين، خوش اداري جرد اداري كل وزاره. نادم انت؟ نادم على شهادتك؟ انا بالنسبه لي تعبت هاي السنين، حتى شعر وقع مبين صار لك بلد دراسه وتعب وقهر ودراسه الهندسه صعبه جدا. اليوم يعني نطالب من وزارة شعرك وقع من الهندسة. نعم والدراسة. وزارة الصحة يعني يا ريت تنظر للدول الباقية، للدول الباقية، يعني الدول الباقية جاي تتطور بالتكنولوجيا. احنا اليوم كهندسة طبية تكنولوجيا عالية كون تستغلنا بحيث نطور من هاي الأجهزة. اليوم احنا كل الطلبة وكل الخريجين عندهم اختراع. اليوم انت لو ما عندك جهاز اختراع ما تخرج. احنا كنا عندنا جهاز اختراع ما ينطوك شهادة اختراع بينما تبر مال تخرج. مشروع تخرج يعني مشروع تخرج انت تكونه. اليوم القانون يعني كان بال 2018 قانون احنا من ذوي المهنة الطبية والصحية لسنة 2000. اليوم القانون من عدلوه بال 2019 سوونا ساندة. اليوم الساندة العام من عينه 175 مهندس. 175 مهندس يعني هاي كارثة سوداء. هاي ما مش قليل. 175 مهندس على عموم العراق. عموم العراق اليوم احنا 2019 و20 و21 اليوم صار اعدادنا 2250. اليوم الوزاره 4000 العفو. اليوم الوزاره
اذا ارادت عيننا يعني هيك مجرد حبر على ورق، مجرد حبر على احنا مو احنا مثلا حاصل العلوميين او غيرهم مو مهمين مثلا لو ما اعرف يعني ما اعرف. تروح المستشفيات تقول لك انا معتازك وهذا القسم ضروري، مطالبين بشيء صعب يعني. احنا مطالبين بالحذف والاستحذاف اللي هو قانون يعني 25% حذف واستحذاف، هذا اللي مطالبين به. يعني احنا ايش قد النسبه مال التعيين؟ النسبه مالتنا مال التعيين مطينا 10%. زين احنا 4000 طالب يعني 4000 خريج العفو، زين 4000 خريج يعني يتعين من يومهم على الالف يتعين 100. زين هي اكثر المحافظات هسه هي طبقه كتاب وزاره الصحه انه هي محتاجه مهندسين اجهزه طبيه، طب حياتي اطراف ومساند. فاحنا مطلبنا يعني مطلب كل السهل لوزاره الصحه، احنا ما رايدين تعيين. انتم حقكم هذا يعني مو حتى ما جاي تستعطون، انتم ما حقوق وزاره الصحه هي تعينها مركزي، احنا على سانده، سانده نسبه، زين ما يخالف بس احنا قابلين بالنسبه. الحذف والاستعذاب 25% ليش ما يعطونه؟ المفروض يعني هذا حق مشروع للخريجين وشيء كل السهل. يعني مو مطلب انه احنا جايين نطالب هسه نريد تعيين 100%، لا، نريد القانون مالتنا اللي هو الحذف والاستعذاب 25% حتى الخريجين 19 وال20 وال21 كلهم يتعينون. اول شيء السلام عليكم. هاي رساله لوزاره الصحه ولوزاره التعليم العالي. انتم ليش تفتحون اقسام ما تعرفون الخريجين مالتهم وين تودوهم؟ صح لو مو صح؟ وتصرف وبالتالي احنا خمس سنوات رحم الله والديك، احنا خمس سنوات تعبانين وبالضيم ماشي؟ يلا تخرجنا من الهندسه، هاي تاليتنا وبضميرك هي هاي تالي النهايه بائسه ذاهيك رحم الله والديك ماشي؟ ليش فتحت القسم وخليتني انا اقدم عليه؟ ماشي؟ اولا احنا الوزاره وزاره الصحه خصوصا لان احنا قسم دقيق ما عندنا تعيين فقط على وزاره الصحه حصرا ماشي؟ حصرا على الصحه ما لك اي مكان ثاني، اوكي؟ والمكان الثاني هو احنا نقول عليه الخاصه يعني الشركات وغيرها رحم الله والديك القطاعات الخاصه. زين انت لا نظمت لي القطاع الحكومي حتى يقدر يتحمل 2250 خريج ماشي؟ ولا صدرت لي قانون يحمي اني حقوقي كمهندس باشر عقب اشتغل باي شركه. انا اليوم انت اليوم حضرتك او اي مهندس يروح على اي شركه خاصه يشتغل بها، خلي يشوف العقود اللي يعطوك اياها. عقود مو بس نسميها عقود مجحفه، انما كسران رقبه. يعني شنو يعني عقد يكتب عليك كومبياله بالدفاتر ماشي؟ في حال انت خليت بالعقد يصير عليك هاي الكومبياله. عليك تستها؟ بالكومبياله، انت ممنوع منعا باتا تشتغل بشركه اذا ما عليك شرط جزائي، مو اي شرط جزائي، لا، شرط جزائي بحيث كسران رقبه تبيع بيتك وتبيع اهلك وما سد الله وكيلك، ماشي؟ اللي بدي احكي وياك اخوك انا ان شاء الله، انا الدفع الاول على الدفعه. الاول على الدفعه. وما متعين. هاي حالي. وحالك مستحيل. والقانون كان من ضمنها شنو؟ انه يا اما نتعين على وزاره الصحه. تعيين مركزي، يوم ما نتعين على وزارة التعليم العالي تعيين مركزي، ولا حصلنا هاي ولا حصلنا هاي. هذا وينها يعني؟ هذا الى اين يعني وين راح نتجه احنا؟ بس انت ابغى خليني اكون صريح. تفضل. انت اولا الله يسعدك. الله يسلمك. لان دائما الاول على الدفعه. خلص حياته عباره عن اي والله عظيم. لا شفت شبابي. كل شيء ما شفت. ولا اشتغلت. لا اشتغلت، لا شفت كل حتى على... حياتي حتى الله شاهد حتى حياتي كلها ما عشناها. على قولتهم ستشات. ستشات. صح اي. فما تحس اكو غبن بالموضوع، والله. انت سياسه انا متخرج. انا 2021. 2021؟ اي والله. ولحد الان ماكو. كل شيء ماكو. والاول عدل. واكو اللي اقدم مني، يجوز انا 2021 ما صار لي سنه. اعرف ناس مثل ما تفضل، اعرف ناس ماشي صار له ثلاث سنوات متخرج وكل شيء ماكو، من الاوائل ومن المجتهدين، يروح يشتغل بالشركات الخاصه وهاي على القاسم الله مثل ما نقول. وعلى التعب هذا احنا ما نريد شيء، احنا نريد نلقى حل. مو بس يعني احنا لو نريد نسوي مشكله كان قطعنا شارع، كان حرقنا تايرات، بس احنا مو هذا اللي نريده. احنا نخبه المجتمع. احنا نخبه المجتمع. يعني في حال ما طلعوا لكم بقيتوا ناس شهر ماكو تصعيد؟ اكيد اكو تصعيد اكيد. انت ليش شفنا يعني احنا ترى 2250 واحد اذا باع يوم عطوه هن. رحم الله والديك. احنا 2250 واحد ماشي، احنا ما نهدد احد ماشي، لكن احنا هذا مو جاي تهدد. لا 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 حتى نقول لازم اليوم الوزير يطلع يحكي وياك. اكو غبن واكو حق بالموضوع ماشي. احنا دا ندعوهم الى طاوله شلون نقول المناقشات والحوار ماشي حتى نلقى حل. مو بس الي انا الاول عدفه مو معناته اردت اوكي طلع وياكم وحكي وياكم وانطاكم وعد، هاي الوعود تكفي؟ لا اكيد لا، يحتاج ضمانات. اي نعم. لا اريد ضمان. اذا انا باكر عقبه عين زين الورايه شنو حاله؟ انا مثل ما دابا على نفسي واقف هالشمس هذه وكاتل نفسي خمس سنوات، اريد حق الورايه من يطلع هم يتعين. الله
اول شيء اريد قانون للقطاع الخاص، هذا اهم شيء، لان انت خلينا نكون واقع حال، ماكو حكومه بالعالم تعين كل الخريجين، صح لو مو صح؟ ماكو حكومه بالعالم تعين كل الخريجين، فلذلك واجب على الحكومه انه تسوي تخصص تحمينا بالقطاع الخاص، ضروري هذا واجب. ليش؟ من الحكومه ما تقدر توفر لنا فرص عمل، اكو فرص عمل ثانيه اقدر الله هواي. القطاع الخاص هواي رحم الله والديك، هواي شركات يعني صراحة من تروح تقدم، أنا من الناس اللي ريحت أكثر من مقابلة عمل، مقابلة العمل يكملوا بالإتش آر وعلى حسب الأصول وتمام، يجيني للنقطة الفاصلة اللي نقدر نسميها، من يقول لي تشتغلوا وياي لأن أنا راح أخلق من عندك مهندس، تشتغلوا وياي عقد 5 سنوات وشرط جزاء 20,000 دولار في حال خليت من بالعقد. جدد عقد 20,000 دولار أو 30,000 دولار بالعقد ماله؟ بالعقد. بس أنت مهيج؟ هو انت من طول تشتغل يمي انا راح اعلمك، انا هذا التعليم مو ببلاش، انت اذا خليت بالعقد الاخلال بالعقد شنو؟ اذا جاك التعيين ترفضه، هذا اول شرط. هاي شركات الاهليه ولا اتوقع احنا نطالب وزاره الصحه ونطالب النقابه. نقاباتكم دورها وين؟ النقابه حاليا ما لها اي دور، نقابه المهندسين يمكن حتى ما يدرون ان عندهم اختصاص اجهزه طبيه، مهندسين اجهزه طبيه احنا جزء من تمينها. نقابه المهندسين المفروض هذا الواجبهم ان يخلون ضوابط وشروط للشركات الخاصه. لعد انا اروح شركه مرموقه معروفه ببغداد هنا القى اللي يشتغلون بيها يشتغل بيها مهندس ميكانيك، مهندس كهرباء، مهندس حاسبات، مهندس اتصالات باختصاصي اللي هو اجهزه طبيه. زين انا وين اروح؟ أنا هسه أسأل هذا السؤال الوزير الصحة وهاي عين بعين، أنا هسه مهندس أجهزة طبية وين أروح؟ إذا أبو الشركات الأهلية يريد من عندي شروط تعجيزية أعطيك إياها؟ أعطيني نهايتنا ديليفري عمالة. لا أمو أنا حكيتها وراح أكررها للمرة العاشرة هذا اليوم. أنا فرق الوحيد عن أصحاب الأشغال الحرة، أبو العمالة أنا عندي شهادة معلقة بالاستقبال وما عنده، حاليا اثنيناتنا نشتغل نفس الشغل. احتفظ بها. اي هاي. اي تجيمها وتخليها بالاستقبال، لا اكثر ولا اقل. جدك مكسور. هاي هذا واقعنا المرير اللي تعبنا نعيد ونسقل وماك احد يدافع عنه. احنا انا اقول لك شلون الغرقان حاليا، انت الاعداد اللي تشوفها ترى احنا شلون الغرقان، ما لنا اي حل. نريد اي قشايه نشلب بها حتى يشوفونا حل، لان تعبنا اقسم بالله العظيم ما لنا حل. يعني انت انحطينا بموقف انحصرنا انه بالاهلي ما لنا فرصه وبالحكومه ما لنا فرصه، تروح تلف راسك وتنام، هاي ماكو غير حل. نقطتين يعني والله جابوا على وجوهكم، يعني لا تدري شنو اختصاصكم اللي جاي نشوفهم ورديين بيض ومرتاحين، انتم خطيه تعبانين، ناس الدجاج خلص حياته يقرا. اقول لك وانت خطيه صار اسود نوم. لا اسود انا من قاعد من الشموس ومن الحار ومن الضيم خويا. لا احنا نشتغل اشغال حره، لا انا اخو ما قعد من يصرف علي يرحم والديك. انا من دخلت انا عيشه صعبه، حياتنا صعبه، حياتنا صعبه بغض النظر. هسه انت من تحكي هسه انا من اقول انا خريج اهليه العالم كلها تقول ها انت ما درست، انا معدلي 80 بسادس ترى بس ما توفقت. عزلوها الاهليات اذا هيك النظريه عزلوها الاهليات. النقابه حاليا يوميه تروح الكليه، فتحنا القسم الفلاني قسم الاجهزه الطبيه بالكليه الفلانيه. انت تعرف حاليا بالمناسبه احتياج وزاره الصحه للعراق كله ما يتجاوز ال2000 بالسنة ما يتجاوز الـ2000. استعداداتكم 2400. احنا 2400 يعني احتياجنا يعني انا اقول لك دفعة واحدة بس هسه يعطونا قانون مباشرة كلنا نروح نتعين، ما حد يبقى قاعد. ان شاء الله واصل صوتكم. ان شاء الله يا ربي نشوف يعني هاي شبابنا الموجودين هنا الخريجين يعني ياخذون حقهم. صح احنا عايشين ببلد لربما جزء اغلب الاختصاصات مجهولة، يعني ما نعرف شيء داخل على شيء. يعني اليوم حتى الخريجين اللي تخرجوا من باقي الاختصاصات، اليوم الخريج من يتخرج سنة 2016 و15 وهاي الفترة كلها ما اشتغل، بالتالي راح ينسى تخصصه، ينسى الأشياء اللي درسها، نسى هواي أشياء طبق. احنا متواصلين وياكم، خليكم يعني. اليوم إذا أردنا نتحدث يعني على حقوقكم على اعتبار خريجين ودرستوا سنوات وبالتالي بنات ويعز علينا نشوفهم بالشمس.
السلام عليكم. أنا ما أعرف صراحة شلون بهالوزارة، يعني إحنا المفروض تعييننا مركزي، نظل ننتظر إحنا 4 سنوات يلا نتعين. أنا خريجة 19، يعني إحنا خريجين من 19 حتى أنا ما حيتعين بعد، يعني إلا قليلين بسبب المجلس الاتحادي العام تسوانا نقاط، والنقاط أنا استوفيتها كلها استوفيتها، بس بسبب الامتحان عرهم كان درجة الامتحان زينة، بس ما أعرف ليش ما طلع لنا اسم تعين ما ننزل نشتهم. وباقيين هنا مستمرين؟ يعني شو نسوي لعد غير ننتظر من الوزارة؟ ماكو حل غير الوزارة هي تسوينا تعيين مركزي. انت ليش يلا بهذا الوقت يلا خرجتوا ما طلعتوا بديج الفترة؟ حاولوا هواية العام هم ياتين ما فاد، ماكو فايدة. سوونا حل عد انه خلونا نسبة 10%، زين احنا هواية شفت وكليتي قاعد تخرج هواية بلا لا اوكي ما يخالف. هاي العشرة بالمية العفو وفق معايير للأوائل. أنا من الأوائل طبعا. من الأوائل كل النقاط مستوفتين. شو تريد من النقاط؟ أنا موجودة عندي يعني كلها مستوفت. كلها مستوفت النقاط. زين ليش؟ ما أعرف شنو السبب. هو إحنا جايين نريد هنا نطالب ليش شنو السبب ما ندري. هذا الحال وإيش بعد حتى الأجيال المقبلة اللي راح تجي راح يطير وهسه. شي أكيد راح يطير وهسه راح يخرب وهسه راح. إحنا تعبنا ودرسنا غير التعيين. صار لنا 4 سنوات قاعدين لا تعيين أهلي لا بالقطاع الخاص إنه تعيين لا شيء. ومشكلة إحنا اختصاصنا أجهزة طبية، يعني ما كاين مكان ثاني مو مثل بقية الاختصاصات. هواي وزارات فتحت لهم إلا إحنا لا. تنطالبهم إنه يردون تعيين مركزي حتى مو بس إنه اللي برانا تفيدهم. بعد ما أعرف شلون إن شاء الله أجمعين. حارة والله الله يكون بعونك. أي والله ما تحارة بالقوة متحاملين شو سوي. شو يريد مثلا يجيب لهم غير انه الاختصاص وشهاده ودرجات عاليه وامتياز واوائل وما متعين؟ اي والله المشكله ما بقى حل بيدنا، يعني ماكو حل ما نعرف شو نسوي. فماكو غير شيء انه قلنا نطلع مظاهرات بالكتس، يعني نتمنى من وزاره الصحه وزير الصحه يهتم لوضعنا، لانه احنا يعني هسه انا بالنسبه لي خرجت 2019 من اني يعني اخر شيء 2018 كان تعيينهم مركزي. اني 2019 تخرجت توقف التعيين او صار تعيين نسبه معينه، صرنا كليات سانده ما نعرف ليش وشنو السبب. هم انا قدمنا استماره بعدين قالوا ننتظر الموازنه، اجت الموازنه قدمنا من جديد وطلعت الاسماء مجرد تخدير. يعني احنا متاملين اسماء منو طلعت؟ اسماءكم طلعت اسماء بس كلش قليله، يعني اللي تعينوا كلش يعني مثلا 10 احنا من قسمنا اللي تعينوا من اصل 95 طالب. ما تحسين انه الموضوع شوي حزبنا في استقهار؟ كلش والله يعني. مو؟ كلش تعبنا، يعني ما نعرف حتى مثلا بالقطاع الخاص من ندور شغل ماكو احد يستقبلنا. يعني تعرف انها هو قطاع خاص، يعني ماكو شيء مثلا احنا خاصه قسمنا. احنا اصلا حاجتنا كلش ماسه يعني بالمستشفيات بالهاي، المفروض يوفرون لنا مستشفيات اكثر حتى تستوعب هذا العدد يعني الكبير، لانه احنا كل سنه دي يزيدون الخريجين. يعني 26 حصل. عندك معلومه انه حتى 35 سنه توصلت لهالعمر ما بتعين ما يحط لك؟ لا ما عندي معلومه، بس اتمنى يعني لو اكو حل هاي السنه. احنا بس نطالب هسه تعيين يرجع مركزي لا اكثر ولا اقل، لان احنا محسوبين على الصحه والصحه كلهم هسه تعيين مركزي. يعني احنا شنو فرقنا؟ احنا يعني المفروض حالنا حالهم يعني. فيا ريت يعني تلتفت لنا الوزاره وتشوف لنا حل، لان والله تعبنا. تسلم. محافظة كربلاوي. جيت اليوم من الصبح؟ اي من الساعة 7 طالعة. فعلا ما خلوكم بالسيطرة الدخنة؟ لا صراحة ما صار أي إشكال بالموضوع. على أساس جاية منشئة وكذا و... لا عم بحساب سيارة. لا بسيارة خاصة بحساب جاية. تظاهرة راح تجين من كربلاء؟ شو أسوي لعد غير التعيين المركزي؟ يعني واحد يأمن مستقبله ومستقبل بالنسبة لي يعني عنده طفل، مستقبل طفلي غير يعني باكر أكبر يعني شلون؟ واحد ما يعرف بهالوقت هذا شلون؟ ان شاء الله صوتكم واصل. ان شاء الله يا رب. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا اخوي. تبين يائس؟ شو يائس واحباط عندك؟ لا ان شاء الله ماكو احباط. لا ان شاء الله. يعني اكو امل. يعني درس 16 سنه وتعب ويجي بالاخير يدرس بالانجليزي وتعلم لغه وامتحاناته كذا مبالغ يدفع وملازم. اكبر من هذا الموضوع، اذا ما مارست راح تنسى اختصاصك. مشكله هذا الشغله. يعني الانجليزيه يراد لها ممارسه، يعني اذا لا سمح الله ما تعيننا في سنه سنتين انت اختصاصك يعني ديليت. ديليت مشكله. ان شاء الله مو ديليت. ان شاء الله مو ديليت بس انت. لا ان شاء الله ديليت.
اذا هيك على وضعي ليش ان شاء الله ديليت مو اذا ديليت يعني معناته احنا نايس يعني يعني اذا ماكو تعيين خلينا نرجع احنا سان مثل ما يقول كاسب يعني سان اذا ما تعيين اكيد لازم اشتغل الدور على عائله ورا شيء خرج ياسنه انا 21 خرج 21 اي نعم قد عمرك انا مسوالي 97 97 يعني تقريبا ايش قد عمرك يطلع هسه 26 سنه 26 سنه اكو يعني قانون انه اذا وصلت 35 سنه ما تعين. هاي فرصتنا يعني. هي فرصتنا يعني. لازم تتعين. اي اكيد. واذا ما تعين تروح عليك. هي المشكله مو. تروح عليك احتفظ بالشهاده. شوف عود اطفالك باشر. احنا المشكله. خريج المشكله. هاي شهادتي ومن يشوفونك خريج وهاي شهادتك ما ماخذ وضعك وما ماخذ حقك ما راح يدرسون. تلومهم؟ لا طبعا ما لهم. اكيد ما لهم اذا يشوفون والدهم خريج وشهاده وكذا وشهاده مو هينه يعني هندسه دجاجه طبيه يعني هي موجوده يعني معدل طبيه هندسه وقانون اي هن ذن الماشيات وهذا سوقنا مثل ما يقولون سوقك يشين الماشي بي طب مجموعه طبيه واحنا من ضمن المجموعه الطبيه وللاسف السنوات السابقه شو اسمه حولوا قسمنا من المجموعه الطبيه للمجموعه العلوم السانده احنا كان تعيننا مركزي 100% اخر فتره عينه من 2008 الى 2019 الدفعات كلها تعينت يعني بدون لا اختبار لا شو اسمه امتحان تنافسي لا مفاضله لا جمع نقاط زين 10% السنوية تكفيكم لا طبعا ما تكفي والمشكله مو بس المشكله مو 10% بس مو بس انه المشكله داخله ويانا اقسام يعني مجموعه العلوميين مجموعه الطب الحياتي مجموعه الاطراف المسانده واكو بعد اختصاصاتهم من ضمنهم والمعاهد المشكله هي الطامه الكبرى شنو هي؟ الطامه الكبرى ابو المحد اجهزه طبيه يعني دبلوم هذا تعيينه مركزي وابو البكالوريوس اللي دام 4 سنوات ودراسته في 2 يروح شو اسمه ينتظر بالله ينتظر ل 10% حسب الدبلوم مركزي؟ تعيينه مركزي جامعتهم مشاكل لا تعيينهم مركزي ابو المنصور محد منصور تعيينهم مركزي مفتوحه لهم؟ مفتوحه 100% 100% مو 10% لا مو 10% انت من بغداد؟ انا كربل يوم جيت طبعا جيتنا ومشكورين طبعا الشكر على الطريق ضمن المنشئه اللي جيتوا ايه المنشئه اللي تنمتها تامنت العفو ايش اسمه نقابه مهندسين فرع كربلاء نقابه المهندسين فرع كربلاء ايه هم وين انتوا على اساس جيتوا بشكل انفرادي يعني لا احنا مش ايش اسمه عن طريق النقابه وقفوكم بسيطره مال بغداد احنا جينا عن طريق سيارات خاصه بالعتبه يعني سيارات حكومه منشآت اي منشآت منشآت واحده ذكر قبل قليل زميلكم قال انه المنشآت ما دخلت ما دخلوها لا دخلناها احنا طبعا مشكور مهندس مصطفى عادل هو دخل بهذا الامر ونشكره رجعون اليوم الكربلاء لو تبقون والله ان شاء الله ناخذ مطالبنا ونرجع ونفرح اهلنا ونفرح ناسنا هناك ونفرح من الصبح لحد الان ولا واحد طلع لكم ولا مسؤول من الوزاره لحد الان ماكو استجابه اي استجابات ماكو اي استجابه ماكو ممكن تدخلون والله استاذي ممكن يعني اكثر وزير ما حد اتصل بيه ما حد بلغ انه ممثلين هسه واقفين منتظرين ان شاء الله ياخذون امر ويدخلون هنا أنا بالبوابه مال الوزاره اي موجودين 3 بالاضافه استاذ عندنا جماعه طلاب خريجي الديوانيه جو بحافلات بالبوابه وقفوهم ما خلاهم يدخلون بغداد تمام هاي اعدادكم هيك هاي اعدادنا هيك ضمن ال 2400 لو اكثر 2500 يعني 2500 طالب الاقسام الهندسيه 3 اقسام الهندسه بعموم العراق الهندسه الطبيه العفو الاجهزه الطبيه والطب الحياتي والاطراف مسانده صناعي بالاضافه استاذ العزيز تعقيبا على كلامك احنا حتى الكوادر اللي بالصحه متعينين كوادر غير اختصاصات يعني شلون جريمه تجيب ابو الاختصاص هندسه الكترون تعينه بمكان الهندسه الطبيه وياي ابو الكهرباء يتعينه بمكاننا صح لو غلط هو مو اختصاص اجهزه طبيه زين احنا خريجين اجهزه طبيه كنا ما يتراوح 2500 طالب جتك فرصه على غير وزاره ومو ضمن اختصاصك تروح تعين استاذ الحبيب انا طبعا اتعين بس انت تعقيبا على كلامك ماكو اي وزاره تستقبلك انت اتجاهك موحد فقط وزاره الصحه تستقبلك كمهندسين طبيه ما عندنا شوف باقي الوزارات المهم بكالوريوس صح لا مو صح ممكن المهم بكالوريوس بس اليوم من نخلي شخص بغير اختصاصه اكيد ما راح يبدا واكيد هاي جريمه بحق يعني كل الخريجين تشيله تخون شبرا بغير مكان التوفيق الله يحفظك حبيبي اشكرك نعم تعال حبيبي الله يسعدك شلونك الله يسلمك من الصبح جايين الصبح جايين ايش في ابوك شو يقول لك والله ابويا قال لا تجي اذا ما تجيب التعيين عمود زوجك قلت له مرتين زوجني قال ما زوجك اذا ما التعيين
وهاي لازم تتعين حتى تتزوج. لازم اشوف نجاح. انت هسه قضيتك الزواج لو التعيين؟ لا والله قضيت اول شيء بالبدايه؟ بالبدايه الزواج لو التعيين. ربوري خليني اسولف لك انا، اخ انضرب بوري. فيريد يحصل تعيين حتى شويه يرجع. انضرب بوري. من الاشعه. اصبر انا بالاشعه. انت مضروب بوري بس بس صادق وحيا طب اسنان. طب اسنان تعيينها مركزي. من نفس الكليه. ايش قال له ابوه؟ قال له اذا ما تروح تجيب تعيين. ها ما عينك يعني ما زوجك كلها. والحل؟ والله الحل ننتظر الوزير بلك الله يفرج علي، واذا فرجها الوزير ابوي يفرج علي. نو انت منسم شايب؟ اي نعم شايب الحمد لله والشكر. الله يكون بعونك. اي والله شو تسوي الحمد لله. نشتغل عماله والله كريم. تشتغل عماله؟ اي والله عماله اشتغل. الشاقه؟ ها؟ الشاقه. روح شنقال. صدق تشتغل عماله ولا الشاقه؟ والله اشتغل عماله واشتغل كهربائي. ما ابي شيء شغله شريف المهنه شريف. الحمد لله. بس نقول احنا ابو الشهاده. ابو الشهاده يشتغل عماله صعبه. خلصها وفلوس احنا مو ما لا حكم ولا دخلنا اهلي يعني واحد نص صرف 20 مليون اقل شيء. تقدر هسه على هذا الضيم اللي عندك اي نعم مال والدك أيوة. وحبيبتك والزواج والتعيين المفروض منك اطلع شهاده وفاه مو شهاده اي والله والله الله يسلمك هسه شهاده الوفاه اي والله عم يسال حسين والله حسين من هنا تطلع شهاده الوفاه هم صعبه ابسط مركز صحيطك اياها لا 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 سهله اي لا طويل ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك اذا هسه المطالب لازم ثابتين بها لا 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 لازم لو تعينه وما ترجعون لا ايش نرجع ابوي ما يزوجنا قال لي ارجع ما ارجع اليوم لازم تعين لازم ما بيا كل مجال احنا مر التعيين بس اهم شيء مرتضى اي اخوي مضروب بوري ذول اصدقائك ذول اصدقائك صدق واحد خلي علمنا واحد علمنا ايوه واحد يرفع واحد الوزير خلي يسمع يعني خلي يسمع مناشدة احس احنا مهندسين اللي يشتغل عماله اللي يشتغل سمكري اللي يشتغل ويا ابو خباطه ما ترام هيك شيء يعني ما يصير يعني على شنو انا من درست كذا سنه 16 سنه وهذا واللغه واحد يا اللغه تعليم الانجليزي اللي ما ضبطها بالبدايه تعلمنا احنا طب من دخلنا كليه اللي السلام عليكم ماكو بالعربي احنا هذا مهنتنا وتعلمناها انا جضيع حاجه اظل رابط هنا مباهرات بباب الوزاره ما ترام المشكله واقع حالنا ايش صار يعني واقع حال العراق ما يصير واحنا مو هوايه يعني مثل احنا كنا 2500 مهندس ومن تجي سحنا بالنسبه لمحافظة دياله ما عندنا ولا مهندس انا من دياله ما عندنا ولا مهندس محافظة دياله واحنا كنا 36 مهندس بدياله بس بدياله مال 19 وال20 وال21 هذول ما متعينين ايش عجب قليلين يعني قال هو احنا ما بقيه تعينوا البقيه ما البقيه متعينين بس سنه 19 وال20 وال21 ماكو بس هي نسبه 10% خلينا نكون واضحين قليله اي ما على عموم العراق احنا 2500 مهندس 10% وين تحطها يعين 500 والباقي شلون وال500 يتعينون ها وال500 بس مرخصه العشرة اللي يتعينون ما يتعينون قرعه لا يتعينون بالفلوس ابو 90 ورقه وابو الشده وابو الشده ونص هذا وقع حال جاي اسمع له ولا هي احنا نحكيها هيك بابا تعال بس تعلم بس تعلم 90 ورقه وشده وراك زواج وراك خطوبه وراك نشان وراك ما عم روح منا روح امور على روح والله منا وتوكل لا انت مو انت استوى خوش حجت لا منها لا مو انت استوى حجت خوش كلمه قلت طلع جهاز توفى احسن خلا طلع جهاز ان شاء الله كريم انا اسال الله انه يتوفقكم سلمك رحمه الله ان شاء الله رحمه الله قضيت اهم شيء قضيت مرتضى اليوم مناجاه احنا صعد ترند قضيت من مرتضى شنو؟ عندنا واحد مرتضى الجعفري مرتضى بوري عندنا واحد عمره هسه 32 سنه والله تخرج ويانا ومعند ما يتزوج يريد تعيين الا تعيين تعيين ماكو مني يروح لازم لا مو ما يخالف ان الله مفضل علي وعنده خليه يروح يتزوج انت بتروح اول ما تقدم شو مخلص شنو شهادتك صح لو مو صح هاي صارت بعد إيه خلص شهاده هو حتى ذا هي ما عندها شهاده رايح لها اي بس هو مخلص يعني كليه وعنده شهاده معهد بس ما الله بده يهدي يتزوج لا لا احنا دا نريد نحكي على الواقع الواقع التعيين صار فشي فرض يعني اللي تجي هم تجي مصاريف من عندك الحياة الزوجية الحياة الزوجية صعبة ترى صعبة لأن أنت ما عندك الحالي يعني عندك فد عمل مستمر أنت الراتب هو راح يمشيك على شيء مستقيم مو مثل من تشتغل عمالة يوم تطلع يوم ما تطلع مثل هسه أنا أشتغل بالكهرباء أطلع أشيت أطلع أصلح هي مو يومي يعني أول العطل قبل يومية أو الرزق هو متوزع علينا يعني أنا بالمنطقة إحنا أربعة لو خمسة كهربائيين يعني لو يلوحني يوم لو ما يلوحني زين صعبة وأنت متزوج وطفل عندك وحياتنا كل الصعبة صارت وكل شيء كل شيء بفلوس كهرباء بفلوس مي بفلوس طبتك طلعتك مصاريف دكتور من عدل اسمه آجارك كل شيء مطلوب بفلوس الآن فتحوا تعيينات 7000 درجة وظيفية للساندة نطوا 300
تعيين المهندس. من 7000 درجه هسه 4000 درجه قد حينطونه 150 يعني هاي كارثه يعني كارثه واحنا اعدادنا مقارب ال 2000. اتمنى لكم التوفيق. رحم الله والديك. واشكرك مرتضى ربي يزوجك. قبل يا عيني الله كريم. راح يموت الولد. شعره وقع شيء فدنه على خير. الله يسعد. الله كريم. نعم مشاهدينا الكرام، وبالتالي احنا نتمنى انه الخريجين ذوي عفوا المتظاهرين الان الهندسه الطبيه نتمنى ياخذون حقهم على اعتبار انه ناس في نوع عمرهم بالدراسه، وبالتالي اختصاصهم مو اي واحد يقدر يمارسه، خصوصا انه تعييناتهم مركزيه ولازم حصرا على وزاره الصحه، فبالتالي نتمنى انه المناشده وصلت وعلى وزير الصحه انه ينظر بحالهم وينظر بوضعهم، لان هم 2400 طالب ما اعتقد ذاك الرقم اللي يعني قد تعجز عليه وزاره الصحه، لا بالعكس كثير من الدرجات الوظيفيه ممكن تحتاجها وزاره الصحه. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يا من الناس، والى اللقاء.